أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. أثارت تصريحات الفنان حاتم عمور جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رفضه تلقيب كل من الفنانة سميرة سعيد والفنان سعد لمجرد بالفنانين العالميين. وقال عمور خلال مشاركته في مؤتمر صحفي ردا على سؤال أحد الصحفيين له عن رأيه في تلقيب كل من سميرة سعيد وسعد لمجرد بالعالميين: العالمية هي كلمة كبيرة جدا، فأي شخص أصبح بإمكانه اليوم أن يقول وصلت للعالمية فهذا خطأ شائع إن كان في المغرب أم في العالم العربي. واسترسل في توضيح رأيه بالقول أن الفنان العالمي هو من يحيي سهرة في طوكيو فيحضرها مليون شخص أو 10,000 لمتابعته، مضيفا أن من يسمي نفسه فنانا عالميا فقط بالاسم فأنا لا أعترف به. وأنهى حديثه بالقول: لن تصبح اللهجة الدارجة يوما عالمية، لنكون واضحين، فمن يغني بالدارجة لن يستمع له الناس في نيودلهي وهو أمر طبيعي، فالعالمية تأتي بلهجات أخرى كاللاتينية أو الإنجليزية أو الفرنسية كالشاب خالد الذي يعتبر فعلا فنانا عالميا. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.